إذا فيما يخص الكورونا فيروس أو مرض الكوفيد اللي كوفيد 19 اللي صنفته المنظمة العالمية للصحة منذ عدة أسابيع المرض الجديد، هو هذا الفيروس، هذا فيروس ديال الكورونا كينتمي لواحد الفئة ديال نوع من الفيروسات اللي كتهم الإنسان وكتهم الحيوان. تقريبا هما واحد العائلة اللي فيها 100 نوع ديال الفيروس، وهاد 95 منهم كيهموا الحيوان، وخمسة منهم هما اللي كانوا كنا كنعرفوهم كيهموا الإنسان. من بيناتهم واحد الفيروس معروف كان في بداية الألفينيات، هو فيروس ديال السراس في 2003 اللي ظهر في آسيا الشرقية. ومن بعد بعد سنوات في 2012-2014 ظهر واحد الفيروس كورونا آخر كيتسمى الميرسكوف، كورونا ديال الميرسكوف اللي ظهر في الشرق الأوسط وبالخصوص في العربية السعودية. الآن في أواخر 2019 ظهر فيروس من نوع جديد ما كانش معروف في دائما في الصين وبالخصوص في مدينة ووهان. هذا الفيروس هذا كما قلت كينتمي لفئه الكورونا فيروس، وهو المولود الجديد ديالهم، وكينتقل في الاول على حسب الدراسات الاوليه كنقولوا بانه انتقل من الحيوان للانسان، ولكن الان في هذه الفتره هذه اللي كنعيشوها راه الانتقال بين الانسان في الصين، ومن بعد تعدى لبقيه العالم. إذا بغينا نعرفوا كيفاش كينتقل، هما هاد لي فيروس هادو ديال الكورونا كينتقلوا عن طريق الكونتاكت باليدين. إذا كانت اليدين ملوثة، هو فيروس هوائي كيقيس الأنف والحنجرة، ويمكن يهبط عبر القصبة الرئوية إلى 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 الرئتين. إذا فاش الواحد من بعد ديك الفترة ديال التكاثر كيتواجد في دوك الكويرات الهوائية اللي يمكن الشخص يبعثها الشخص اللي جالس مقابله أثناء السعال أو أثناء الكحبة، أو إذا كان عنده شي سيران من الأنف ولمس يديه كيتلوث. وهذا الشيء كامل خصنا نعرفوه باش يمكن تكون واحد الوقاية فعالة فيما يخص هذا الفيروس هذا. بعد ما كيدخل هذا الفيروس لجسم الانسان عن طريق الانف او عن طريق الفم كما قلت بصفه مباشره اترافير لي غوتليت او اترافير اليدين، كيبدا في واحد الفتره ديال التكاثر. هذه الفتره ديال التكاثر كتدوم ما بين يومين حتى 14 يوم. واللي خصنا نعرفوه هو هذه الفتره هذه في اواخر ديال هذه الفتره هذه يمكن داك الشخص واخا ما تكونش عليه الاعراض الظاهره كيمكن له يكون يعدي الشخص الاخر، ولهذا فالوقايه كتكون عندها الدور ديالها. اذا قلت هذه فتره الحضانه اللي بين ما بين يومين حتى 14 يوم كتكون مختلفة من إنسان لإنسان، واش إنسان صغير ولا إنسان كبير، واش إنسان عنده فعالية ولا ما عندهش فعالية في ديال المقاومة، واش إنسان عنده مرض آخر أو ما عندهش مرض آخر. وكاين فئات ديال اللي كيظهر عليهم المرض بسرعة، وكاين الفئات اللي الجسم ديالهم كيخليه تمر هاد فترة الحضانة عاد كيبانوا الأعراض. الأعراض كما قلت هي أعراض بحال ديال الانفلونزا، أعراض ديال كتبان الحمى أو لا فيفر، كتكون ما بين 38-38.5، قليل باش كتكون 38-39. كيظهروا بعض الأعراض ديال الجهاز التنفسي اللي هما السعال والكحبة وسيلان الأنف، ويمكن كما قلت هذا الفيروس يهبط ويعطينا مضاعفات أكثر. ولهذا اللي كنخافوا منه هو كتكون بعض الفئات المتضررة اللي هما حسب الدراسات اللي وصلنا لها لحد الآن، هو أن نخافوا على الناس اللي عندهم كتكون المناعة شوية ناقصة، الناس ظهرت بأن
60% ديال الاشخاص اللي تقاسوا هما اشخاص من ذوي واحد السن متقدم شويه، قليل من الاطفال، بعض الحالات ديال النساء الحوامل. فيما يخص خطوره هذا الفيروس، في وزارة الصحة كنقيموا الخطورة ديال ان فيروس بجوج ديال المسائل. اولا العدوى ديالو، شنو هي قدرة العدوى ينتقل من واحد لواحد. هذا الفيروس هذا ديال الكورونا ديال هذا المرض الجديد كوفيد، كي يمكن له عنده، كنقولوا له بان عنده واحد كونتاجيزيتي ديال جوج حتى ثلاثه د المرات، استادير الانسان يقد يعدي جوج او ثلاثه د الاشخاص. طبعا هذا اقل من بعض الفيروسات الاخرى اللي كتعطي من واحد كيعطي حتى 10 او حتى 15 امثال لا رجول او فيروسات اخرى. وكاين الكريتير دوزيام كريتير او المساله الاخرى هو عدد الوفيات. فيما يخص الوفيات، الفيروس هذا لحد الان داخل الصين كما عرفتوا، داخل الصين عنده واحد النسبه ديال 3.6%، وخارج الصين عنده نسبه ديال 1.8%. اذا لحد الان تقريبا واحد 2700 وفاه، ولكن خصنا نكومباريوها ولا خصنا نقارنوها مع 80 ولا 85 الف اللي تقاست، و 35 الف اللي برات منها. اذا خصنا نكومباريو ولا نقارنو ما بين عدد الناس الحالات المؤكده، عدد الحالات اللي خرجات برات وخرجات تم الشفاء ديالها، وعدد الموتى. هذا كيظهر لنا بلي انه هذا الفيروس هذا يمكن نقول مثل الفيروسات الاخرين اللي عرفتهم بلادنا وعرفهم العالم. خصنا ناخذوه بجديه، ولكن ما خصش ديك الجديه تعدى واحد المستوى ديال التهويل ولا ديال الخوف ولا ديال التمييز ديال هذا العناصر. وداك الشيء كاين امراض اللي يمكن ليها تعطينا وفيات اكثر بكثير من هذا من هذا من هذا المرض. كاين غير الانفلونزا الموسميه، حتى هي خطيره، حتى هي كتعطي وفيات، حتى هي كتعطي مضاعفات. وهذا الفيروس هذا خصنا نعطيو نقابلوه على حسب المركز ديالو، ناخذوه بجديه، ولكن ما نهولوش بزاف. وزارة الصحة في المغرب عندها واحد المخطط ديال الرصد وديال التصدي لمثل هذه الحالات او هذه الطوارئ اللي يمكن لها تقيس عامة الناس، كنسميوهم طوارئ الصحة العامة. كاين برنامج ديال الرصد ديال عدة امراض. الرصد شنو هو؟ سيكون كنتبعوا واحد المؤشرات، وكيعطي ذوك المؤشرات كيعطيونا الحالة الصحية شنو كاين في البلاد ديالنا، والحالة الصحية شنو كاين في العالم. وهذيك الحالة الصحية ديال العالم اللي كتوصلنا يوميا، كيمكن لينا نعملوا لها التحليل ديالها، نعملوا لها التقييم ديالها، وكنقيموا ذاك الخطر ديال دخول مثل هذه الأمراض الوطن ديالنا. كاين المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة اللي وضعته وزارة الصحة باش يقوم بتقييم هذه المخاطر بصفة دائمة. كان في الاول كيتلقى كيدير تقييم مره في الاسبوع، ولكن من بعد ما ظهر هذا الوباء هذا ولا التقييم يومي. اذا يوميا كنقوموا شنو هما الخطر، شنو هي نسبه الخطر باش ان فيروس يدخل عندنا في البلاد، شنو هي نسبه الخطر باش هذاك الفيروس ينتقل من مغربي لمغربي او من مواطن لمواطن، شنو هي الخطر باش ان هذا الفيروس هذا ينتشر بصفه عامه في البلاد. اذا هاد ثلاثه ديال 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 المراحل ديال التقييم والمخاطر كنقوموا بهم يوميا في الوزاره، وكيتوضع برنامج للرصد وللتصدي لهاد الحالات هذه على حسب السيناريوهات اللي كنوضعوا. طبعا الرصد كيكون كما قلت على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، ولكن التصدي كيكون على الصعيد الوطني. كتشوفوا نقط العبور وضعنا فيها اليات الكشف عن اي حاله دخلت
البلاد. وهاد العمليه هذه يمكن لي نشير وخصني نشير بان ما كتحميش ب 100% باش اننا غادي نعرفوا اي حاله. حيت ذكرت في الاول بان كاين حالات اللي غيكونوا حاملين الفيروس ولكن ما عندهم تعرض لا تمبيراتور لا سخانه لا والو. دونك هادو ما عندناش ما اي بلد ما عنده اي بلد في العالم ما عنده القدره باش انه يعرف هادو الا دار تحليله. وطبعا التحليله ما غاديش يمكن نديروها للناس كاملين. من بعد كيجيو نسبه الحضر ديال المستشفيات في المستعجلات وفي المراكز الصحيه حتى هي خاصها كترفع. وكاين الكفاءات ديال المختبرات اللي كاينين لحد الان. عندنا في وزاره الصحه جوج ديال المختبرات اللي هما واحد في الرباط وواحد في الدار البيضاء اللي كيقوموا بهذا بالتحاليل المخبريه الفيروسيه. طبعا كما كتعرفوا الان راه 42 او 43 بلد في العالم اللي وصلهم هذا الفيروس هذا. حنا كنحاولوا باش اننا اي حاله الى تحطات على الحدود المغربيه وجات داخل الحدود المغربيه خاصنا البرنامج ديالنا كي 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 يهدف باش انه يقوم التشخيص ديالها. والا قمنا بالتشخيص ديالها غادي نقلصوا من الانتشار ديالها وما غاديش نوصلوا لواحد الحاله ديال 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 الانتشار بين افراد المجتمع.